قبل فترة لقاء مع الشاعر عباس عبد الحسن، تحياتي له. تحياتي أبو فضل. سأل أستاذ سمير صبيح، قال أخلي حمزة الحلفي نائب إلي بشرط أنه ما يمدح، يبتعد عن النساء وما يمدحن على حساب الشعب. هي مشاكسات سمير، وإلا هي القضية أنه أنا متهم تهمة أزلية أنه أنا انحاز إلى النساء. أي أنا انحاز إلى النساء، يلا منحاز، مو الشاعرات، كل النساء أنا منحاز إليهم، من حقك، أحب النسوان، من حق. تهمة؟ لا والله خوم تهمة هي. فأنا عم منحاز النسوان، مو بس الشاعرات، كل نساء العالم أنا منحاز إليهم، زين، ويكفي من النساء أمي، زين. فعمي ليش؟ ليش؟ شبيهن النسوان؟ نعمة من الله، مو نص المجتمع، وأسس ثلاثة أربعة المجتمع صار هنا، مو بس نص. اليوم حمزة الحلفي بعده يعني بالروحية الشبابية بالحب. أنا ما غادرتش ولا غادر الشباب، أنا لا أغادر الشباب إلا في القبر. لا عمرك طويل إن شاء الله. الشباب عمرك طويل. دائما أتصرف على أساس إنه شباب، بعدين مو كبير يعني، أنت مقول لك أنا كبير. دق الخشب. أنا باردة عليك يا رب، إن شاء الله لك طولة العمر. أنه نفتخر بيك أستاذ حمزة، أنت من الناس اللي بصراحة سولفتها بظهرك. يعني أنا حمزة الحلفي من الناس المتواضعين جدا رغم هذا الاسم والتاريخ. اليوم البعض أستاذ للأسف يعني توه بدأ أنه نجمة يعلى، أو يعني إلى اسم، وداعتك سلام ما يرد على الناس. الله وكيل. أستاذ حمزة، اليوم أنت تاريخ واسم وباع طويل لك بهذا المجال وبالإعلام بنفس الوقت، ما نشوف منك إلا الطيبة والمحبة واللسان الطيب، وهذا شيء المفروض أنه بقية الشعراء أنه ينتبهون لحمزة الحلفي، هذا الإنسان الطيب الخلوق المتواضع. والله يا أثير أبو حيدور العزيز، سلمك سلام. هي الدنيا ترى شبخة نهر، خليها ببالك. أي. وأنا جربتها شفتها، وحتى كاتبها بالقصيدة هاي الجديدة اللي كتبتها. أي اليوم راح نسمعها إن شاء الله. ما تسوى ضيجة خلق، ما تسوى تخشن قلب واحد، صير كون طاقة إيجابية، أنت صير طاقة إيجابية، أنت رسالتك تزرع الفرح للناس. أنت يا أخي مو يعني، وإذا خذوا وياك صور، أي مشكلة، أنا خذوا وياي صور، من شارة الصورة المصور بحديقة الأمة، ويأخذها الشاب ويروح بعد اسبوع يستلمها، يصعد بسيارة روحه وجايه. والله صحيح. وما وصلت الى مستوى انه انا اترفع عن ناسي، مثل ما يقول عريان، وعليه يتعب لياخذ تصاوير، ما اتذكر الى قصيده هيك منكو. عزيزي ترى الشهره ترى مو مقياس لجوده ماهيتك كشاعر. صح. هواي اكو الان اشوف مشاهير بالشارع، والله أنا ما أعرفهم قسما بالله العظيم، أشوف ناس ملتمين عليه يأخذون يا صور، أقول لهم هذا منين؟ يقولوا له هذا فلان. قلت لهم شنو يشتغل؟ قالوا ما يشتغل، بس عنده محتوى باليوتيوب يطلع العالم، زين. هذا مو مشهور، مشهور ومشهور وغيره، وأكو أسماء عندنا صار ما يريد أطعن من العالم، أكو أسماء اشتهرت الحمد لله وقاعد تسترزق من وراء شهرتهم هاي. لكن هذا لا يدعوك أنه أن تكون بمعزل عن ناسك ومجتمعك وأساتذتك المتفضلين عليك. انتبه لهاي القضية أثير. بالفعل أساتذتك تعبوا عليك وربوك ومشوك على الطريق اللي هسه انت وصلت له، المفروض هذا الشيء يذكر. أي أكيد يعني.